الشهيد باسل الكبيسي وزير خارجية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولد الشهيد المفكر باسل الكبيسي في بغداد عام 1934 لعائلة عراقية عريقة عرفت بمواقفها الوطنية المشهودة. تلقى تعليمه الأساسي في بغداد، ثم التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت عام 1951، وهناك التقى بالحكيم جورج حبش، وكان من أوائل المنضمين إلى حركة القوميين العرب. عرف باسل الكبيسي بنشاطاته الطلابية والسياسية التي طرد على إثرها من الجامعة، فأكمل دراسته في الولايات المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وعاد إلى العراق ليؤسس فيها فرع حركة القوميين العرب. وفي العراق أيضاً عمل الكبيسي في وزارة الخارجية، وتعرض للاعتقال في مختلف العهود نتيجة مواقفه وتوجهاته، فارتحل إلى المهجر مجدداً لينال درجتي الماجستير والدكتوراه، ويعمل محاضراً في جامعة كالجاري الكندية حتى عام 1972. بعد انطلاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967، كان باسل الكبيسي من الكوادر العربية الفاعلة في المهجر والمبادرة لدعم الثورة الفلسطينية ومناصرتها. عاد إلى العراق مجدداً عام 1972 وتولى رئاسة تحرير مجلة الوحدة الناطقة باسم القوميين العرب، كما أسندت إليه مهام عدة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت أنشطة الدكتور الكبيسي في صفوف الثورة الفلسطينية ودوره البارز في حشد التأييد والدعم لها خصوصاً في الدول الغربية دافعاً للاحتلال لإدراجه على لائحة المطلوبين. وفي السادس من نيسان عام 1973 ارتقى الدكتور باسل الكبيسي شهيداً برصاص عناصر الموساد الإسرائيلي إثر عملية اغتيال جبانة في باريس. الثوار لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.